بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. يشرفنا اليوم وبحضور الإخوة السي بوجيدة والسي الحجر والسي الحاج البالي لمناقشة واحد النقطة أساسية اللي كتهمنا كأفراد الجالية المغربية في إطار هذه الرحلات الصيفية. ولكن قبل كل شيء أود أن أتقدم بوافر الشكر الجزيل لأخينا سيدي بوجيدة على استضافته لهذا اللقاء، ويعني تهيئ المناخ الملائم لهذا اللقاء، ونشكره كذلك على الحفاوة التي استقبلنا بها من طرفه. ونحن يعني كأعضاء في المجتمع المدني المغربي بألمانيا، هذه المناسبة يشرفنا كذلك أن ندلي بدلونا في إطار هذه الرحلات الصيفية وما نتج عنها. أولا كلمة بالمناسبة كذلك، كلنا كنعرفوا يعني كجالية مغربية الظروف الحالية اللي كيعيشها العالم بسره في ظل جائحة كورونا، وكذلك الظروف السياسية والعلاقات السياسية والدبلوماسية والجيوستراتيجية بالنسبة للعلاقات اللي هي ما بين الدول المغربية ومع الاتحاد الأوروبي. احنا كنقولوا الحمد لله يعني هاد الأمور تمت إدارتها بحكمة وشجاعة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره، وإننا نرى اليوم والحمد لله المغرب كدولة إقليمية ليس في إفريقيا فقط، وإنما على الصعيد الدولي يضرب لها ألف حساب وحساب. خير دليل على ذلك انهيار لعبة الشطرنج التي يحاول فيها أعداء وحدتنا الترابية وكم حاولوا القفز على مصالح المملكة المغربية. فالحمد لله نقول اليوم فبفضل الله وفضل الحكمة والرأي السديد والسياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره، انهارت هذه اللعبة أو انهارت لعبة الشطرنج وانكسرت فرصانها الرخامية، والكل يعلم ماذا نعني بذلك. يشرفنا كذلك يعني كجالية مغربية أو كأفراد في المجتمع المدني المغربي تدخل الملكي لتسهيل زيارة مغاربة العالم إلى المغرب. هذا ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك لأفراد الجالية، وهو ما عبر عنه في عدد من خطاباته في حياد العرش ومناسبات أخرى. إن هذا القرار أو قرار جلالة الملك شجع أفراد الجالية المغربية على زيارة أرض الوطن وصلة الرحم مع أهليهم وذويهم، وخير دليل على ذلك هو نفاذ تذاكر السفر في وقت موجز. بكل صراحة هو الشيء الذي حال بين كثير من أفراد الجالية المغربية الحصول على تذكرة سفر عبر الخطوط الملكية المغربية خاصة في ألمانيا، ومنها ولاية فيسفاليا الشمالية التي تقطنها جالية مغربية يفوق عددها أكثر من 80,000 أو قد يصل إلى 100,000 شخص. فلم تبقى أمالهم الأمال ديال هاد أفراد الجالية المغربية هنا في ولاية فيسفاليا الشمالية معلقة من يوم إلى يوم، وعيون صغارهم تنظر إلى السماء لعل الطائرة القادمة تكون من نصيبهم. ومن هذا المنبر مع إخوتي الحاضرين نتوجه باسم جمعياتنا وإلى السيد المدير العام للخطوط الملكية المغربية بتكثيف الرحلات الجوية بزيادة رحلات استثنائية على الأقل 4 مرات على الأقل في الأسبوع، عوض مرتين من مدينة ديسلدورف إلى الناظور ووجدة. كما نطالب كذلك الخطوط العربية للطيران أن تشارك أفراد الجالية المغربية فرحتها بهذه المناسبة في العودة إلى الوطن بقدر الإمكان، وتخفيض أسعار التذاكر
خاصة في هذه الظروف الصعبة، لأننا نقول كلنا مطالب بالتضحية من أجل الوطن، وتبقى المصلحة العليا فوق كل اعتبار. كذلك نشكر الحكومة المغربية تحت رعاية جلالة الملك على إبرام مشروع المرسوم الذي حدد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية للمرة الواحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الجاري إلى 30 شتنبر المقبل. هذا نداء نوجهه من هذا المنبر، ونتمنى أن يصل الأذان الصاغية وأن يجد ردا وجوابا، وأن يكون فاتحة خير بالنسبة لأفراد الجالية المغربية التي تنتظر كثيرا من رحلات استثنائية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والصلاح والسداد للبلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أنا نتكلم بالاسم والسري يعني شركة بوحجار للسياحة، للنقل والسياحة والحج والعمرة. وهذا الشركة يعني اليوم الاثنين يعني الجاليتنا يعني هجموا علينا وسيلة كثير، يعني أكثر من 1000 شخص، يعني الشارع تغطى وسيلة يعني يعني بالمسافرين، ما لقينا حتى عملهم شيء. يعني إحنا اللي عطى الله عطينا، اللي يبقى يعني إن شاء الله غادي يجي. ولهذا يعني نطلب من الحكومة نتاع صاحب الجلالة الملك نصره الله أن يعني إحنا في هذه الولاية الشمالية يعني عندنا أكثر من بين 100,000 و30,000 يعني نتاع وسائل المغاربة اللي ساكنين في هذه الجهات الشمالية نوردرهان فيستفالن. ولكن يعني شفنا يعني النقص نتاع النقل يعني اللي عندنا هنا في هذا ولاية ديسلدورف يعني موجود اثنين يوسي يعني الطيران الجمعة والأحد. وكيف هذا الطيران اللي عندنا يوسي هنا يعني 148 كرسي اللي موجودين يوسي فيهم، يعني 148 كرسي في اثنين طيران في الأسبوع. متى يجي وسيلة هذه الجالية إلى أرض الوطن؟ كيف ننقلوهم؟ ما عندنا باش غادي ننقلوهم، يبكيو يعني يعايرونا ويعملونا مشاكل كثير، ولكن حنا نصبروا وسيلة مع الجالية نتاعنا، لأن ما عندنا والاستطاعة باش نعطيهم شي طيران أخرى، لأن الطيران أخرى يعني غالية، يعني ما حتى هما كيقول لك لا عندي أنا، كيجيو يعني العائلات عندهم 5-6 أفراد، يعني العربية بين 550 إلى 620 640 وسبا يعني بالشيمات وكل شيء، يعني ما يستطيع وسيلة سفر وسيلة للمغرب. هذا التذاكر اللي أعطى جلالة الملك نصره الله، يعني 600,000 أيها الإخوة، يعني 600,000 لأفريكا أوروبا أمريكا إيواسي يعني والخليج، يعني الخليج راه يعني فيه واسي يعني العدد نتاع المغاربة، يعني 600,000 مزت واسي من شيء. وقال يعني يعني المدير العام نتاع الخطط الملكية المغربية قال بلي غادي يزيد واسي الطيران باش غادي ننقلوا كل الجالية إلى أرض الوطن. ولكن يعني هذا 600,000 تذكرة يعني ما صبح عليهم وسيلة الساعة يعني قبل صلاة الظهر كان انتهوا، يعني ما فيه وسيلة حتى شي تذكرة.
والعائلات يعني يقولوا لك لماذا هذا اعطيت لهم وصيه يعني فلان وفلان وفلان، لماذا انا لا؟ احنا غير وسيطه، الشركه نتاعنا للسفر والسياحه والنقل، ويعني بين الزبون والشركه. احنا مش ما عندنا الطيران، الطيران نتاع صاحب الجلاله الملك نصره الله حتى الاوامر يعني غادي ينقلوا الجاليه كلها، ولكن يعني عطاونا اثنين طيران هنا يعني في ولايه ديزلدورف. ولهذا يعني نطلب يعني من المدير العام نتاع الخطوط الملكيه المغربيه فرانكفورت، عطاو له يعني الدفعه الجديده، يعني كل يوم تقريبا غادي تخرج وسيط طائره يعني من فرانكفورت الى مطار محمد الخامس. كل جيد، يعني احنا ان شاء الله نشتغل وسيط معهم، ولكن فيه يعني العوائل يسكنوا في وجدة، كاين فيه العوائل في بركان، كاين العوائل يعني في الناظور، كاين العوائل في الحسيمة، كيف غادي يكون النقل الوسيلي يعني من المطار محمد الخامس في الدار البيضاء إلى وجدة ولا إلى الناظور ولا إلى الحسيمة، كيف يكون النقل؟ هون على الطائرات الوسيلية يعني النقل الداخلي، النقل الداخلي يعني ملكنا، كل شيء وسيلي يعني محجوز، يعني ما فيه طائرة يعني باش ينزل الطائرة ينتظر يمكن ساعات 3 ساعات 5 ساعات، ولكن ما فيش طائرة أخرى اللي غادي تروح يوصل هالمناطق، لأن ألمانيا الأغلبية، ألمانيا الأغلبية من المغرب الشرقي، الأغلبية يعني غادي نقول لك أكثر من 75% كلهم يوصل من المغرب الشرقي، وكلهم حبوا وجدة الناظور يعني الحسيمة يعني طنجة، ما يحبوا يوصل يروحوا إلى طنجة. وكيف يعني أيها الإخوة، يعني إحنا نروحوا يعني من ولاية ديزلدورف إلى ولاية هيسن يعني لفرانكفورت 250 كيلومتر، ونروحوا يعني 3 4 ساعات قبل السفر، وعنده 3 ساعات نتاع السفر إلى المطار فرانكفورت، ويبقى يعني حتى يطلع يوصيف الطائرة خصو 4 ساعات، هي 7 ساعات، يزيد 3 ساعات يعني ونصف إلى المطار محمد الخامس، منين ينزل يوصي هناك خصو يوصي عاودي واحد 15 ساعة باش غادي يوصل بيته. هذا يعني ما نستطيع يوصي يعني ما يحملوش العقل نتاعنا. خصنا نطلب يوصي من المدير العام نتاع الخطوط الملكية المغربية يعني الطائرة تكون يعني من فرانكفورت، الطائرة تكون يعني من ولاية ديزلدورف، لأن هذه الولاية شي 130 ألف يواسي يعني نتاع الجالية اللي فيه، وفرانكفورت يعني فيه يمكن 44، كانت فيه غير 33 قبل الهجرة نتاع الجالية يعني من إسبانيا من إيطاليا من البرتغال من هولندا إلى ألمانيا. الان يعني احنا عندنا 130 الف اللي طلعت وسيها الولايه، اكبر ولايه اللي فيه وسي الناس هذه الولايه وسي نتاعنا، يعني اللي احنا ساكنين فيه الولايه وسي ديزلدورف. وعندنا 2 طيران، نطلب وسي يعني من سعادة المدير غادي يزيدنا يعني 2 طيران اخرى ولا 3 طيران، باش يبقوا عندنا 3 4 5 يعني الرحلات يعني في الاسبوع، وبالثمن اللي أمر به يعني جلالة الملك نصره الله، وكلهم يرون فرحانين يعني بجلالة الملك هذا الـ هذا الـ هذا الهدية اللي نتاع التذاكر اللي سوى للجلية نتاعو يعني، ودائما راهم ينتظروا. وحنا الآن المكتب نروحوا المكتب يعني فيه وسيلة دائما وسيلة بين 70 و80 و100، الاثنين والثلاثة يعني وصلت حتى 1000، واش غادي نسوي لهم حنا؟ ما عندنا ما نعطيو لهم. ولهذا نطلبوا يوصي يعني من الحكومة تاعنا، إلا هذا الفيديو يوصل إلى الحكومة تاعنا، إلى البرلمانيين تاعنا، إلى جلالة الملك، لابد يوصي ياخذ يوصي هذا الكون الوصي بعين الاعتبار إن شاء الله. وشكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم خير. واحد شوية بعد ما زغت. اسمع زغت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ان شاء الله انسوا نهار يعني نقلي وسائل المغرب، نمشي نغامر وسائل يعني الشركات وحجه للحج والعمره والسياحه والنقل.
يعني صاحب الجلالة يعني يشارط يوسي 600,000 تذاكر لأفريقيا أوروبا يوسي آسيا وأمريكا. يعني هاد 600,000 لو كان غادي تشوف يوسي وضغط كل شيء يوذن يسين قفاحان يوذن ويسين قطرون خلاص مش مسان شنو يسين تذاكر مش يوسي يسين المغنيت والعوائل تم قرانين واقش العائلة تمزيت العائلة دي 6 7 8 يوذن يوزن النقل السانيتاري وسيغ المغرب وسريع من زي نزو النقل يعني مرض الطائرة والبواخر وسيغ كلهم ثانيتا وتنكاش يعني صعرفت ولكن حتى البواخر وسيم وزمان ديس النقر لنا إغرانة التص ذيني وسيل العائلة غصاب عي حنجيام 5 حنجيام يعني السيارة تتانس 3500 بعرف يورو ذي البخيرة باش غادي يعني ذي البخيرة عاد ذي راح يوسي يعني على المقعد ويتعشى ذي الكابين والطيارة يعني طيارة غانا 2 طيارات ذنيتا سي ولاية ديزلدوف يعني كسنت 148 كراسة وهي سكتار يعني الطيارة تنقرانين روح انت غاز جهة توسي ذي النغني تحنت واشنطن تحنت توسي غاي مش يبجن ولكن الشي غان رخو ذي سيمانة غان الجمعة والأحد 148 غان غان حقي وسي نكسي وصفي ولهذا الشي انت سي صاحب سي المدير العام انت على الخطوط الملكية المغربية يوشي وسي ذي يعني تعليمات فرانكفورت كوري وسي ذي يعني اليوم ذي سي وسي الطيارة غا سي فرانكفورت يوسيدي غا المطار محمد الخامس يعني يعني يوميا طائرة ولكن شنو زمان ان ذي الطيارة هنيت وخصادي سنشاش ولكن ومين حسب يوسيدي يعني ما من شحال هذي كارف سي وسيدي المواطن باش هذي وغا هدا نستري وضا مسكين ماشي يعني السنيتات راح هذي وسيدي 2 ساعات مبرد 4 ساعات تقيم ذي تراجد المطار خمسة تقدر ينشيكل كل شيء تقدر تفتيش تفتيش الجوازات تفتيش وسيغا القاعة تقيم ذي تراجد من بعد 3 ساعات توزين وسيغا المطار محمد الخميس سنات تهويل تقيم 700 من 100 كلهم سيتوضغى هداث ونزو حتى الطيارات الداخلية النقل الداخلي باش يوسيدي إن راح نعوج راح نعوج إن راح نعوض نعوض إن راح نرجع نرجع ولكن الوقت اللي تلحق الطيارة وادينو الطيارة نغرتي لما تفشل موتات حاضرين تتصل أرتي الشمس يوسيدي باش تكاري السفر ولهذا نشمت تاع سي المدير العام يوسيدي يعني الخطط الملكية المغربية هذا غيك الطيران يوسيدي على الاقل 4 رحلات يوسيدي السنيتا سي الولاية ديزلدوف باش اللي يسيل جالية نغقى مرة ترون مرة يوسيدي مناث وزمان يعني قال يوضن عاصم التقاعد قال يوضن قدي الصوماج قال يوضن يوسي خدمان العائلة تمقران توفى يعني قال يوضن ترسي ورودي فني يوسي غاموانسون قال يوضن عامين ورودي فني غاموانسون الزون حظوان يوسيدي في مليان سن الاهل الانسان يواسيدي يجني موتى سباباس يجني يماس يجني يواسيدي دوماس ويجني واز ما يزرعو النغنيت ولهذا تتارى يواسيدي يعني سي الحكومة النغ سي صاحب الجلالة ولا الملك النغ اثنسا سي رب العالمين هذي في وسيدي هذي كيج المبادرة النغنيت وسيدي يجن دفعة جديدة للجالية الباقية إوا سيدي يعني ذي الجهة تا كنغدي 130,000 وشاغلنا الطيارات، باش نتلقيه هنا الطيارة باش نلقي النقل مرة يوضني وسيغا المغرب، ولهذا رشيني وسيدي كنتبرع وسيدي يعني نصور ذي القناة جزاهم الله خير ونتشكاغي وسيدي القناة وسيدي يعني ال سيتي زايو سيتي زايو سيتي زايو سيتي شكارتو صدغانا يواسي وبارك الله فيهم يواسي الدقا ديال الشعب ولكن ما تسلم الدقا يواسي هاد ولا مناث الرئيس مناث الرابطة المغربية عن غير جدة يتمثل الجالية يواسي غان غدا انت تقول ايمان خصا اتنشام يواسي الخبارة من الشيء اتنشام مرة اتبالتاجا مرة يواسي يوضان باش تسلم بالله يواسي الشيء قزا انترو إذ الجالية نغنزوات النقري يواسي غا مواض إلى أرض الوطن وشكرا وبارك الله فيكم ولزيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه الاسم ديالي بوجيد عبد الله فائد الجمعوي بمدينه دورتموند. اليوم واحد النهار كبير بالنسبه للاخوان اللي زارونا، واحد النهار زعما نهار كيعتبر عندي واحد العيد اليوم
بالنسبه للسي محمد الحاج محمد باديه والحاج بوحجر، في البدايه كنشكر كذلك الموقع ديال زيو سيتي اللي جا اليوم عندنا هنايا باش يبلغ هذه الرساله، كنشكرهم بزاف ونشكر على راسهم الحاج محمد بالي. فعلا الاخوان هضروا على كل شيء دابا، السي محمد والحاج بوحجر. انا غادي نختصر صافي نختصر شويه. في البدايه كنشكر الاول على المبادره اللي قام بها محمد ملك البلاد الله ينصرو لينا بهذه المبادره الطيبه، كنشكروه بزاف على هذا الشيء لان جا ليا فرحانه بزاف بزاف، وكنا كنتظروا هذا الشيء تقريبا دابا سنتين او سنه ونصف. هذه المبادره كانت طيبه وطلبوا كما قال الحاج بوحجر فعلا كاين شويه ديال الخلل بالنسبه ديال التذاكر اللي تصدمنا بزاف لان طلع هذا صاروخ التذاكر، ولكن نتمنى ان شاء الله غادي توصل هذه الرساله. فعلا الاخوان كيتسائلوا على هاد التذاكر علاش ما بقاوش تما، ما كان ما عندهمش الحق حتى باش حتى لي جونس اللي عندهم الرخص الترخيص باش كيدخلوا هاد المواقع ديالهم ما يقدروش، ولكن بغينا زعما نسالوا في هاد الشيء. كيبقى هاد كتبقى علامة الاستفهام علاش ما نقدروش نشريو التذاكر غلو علينا بزاف. فعلا الفرحه كانت كبيره، ولكن الحمد لله نتمنى ان شاء الله تزيد هذه الفرحه وان شاء الله يكون شي عيش تكون شي حاجه مستقبلا. فعلا فيما يخص على هذه الجاليه اللي كتعاني بزاف هذه المشاكل، خصوصا هذه المشاكل حنا عندنا الاخوان دائما كيدافعوا على الجاليه، دائما عندنا الناس تسمى واخا عندنا شويه ديال الخلل، ولكن كاين الاخوان لان الاخوان دائما حنا دائما خصنا نفكروا في هذا الشيء، ما بقاش دائما حنا كنشوفوا غير النقطه ديال الضعف. كاين الاخوان كيدافعوا بزاف على هذا الشيء على الجاليه ومعروفين والحمد لله نزهاء شرفاء مخلصين كيخدموا الوطن ديالهم. بالنسبه حنايا دائما هاد النقطه على اودو انا اغتنم هذه الفرصه ديال بغيت نطرح مع الاخوان اللي سبقونا اللي اسسوا المساجد والجمعيات والوداديات، كنطرحوا عليهم في هذا اليوم الكبير الله يرحمهم جميعا الله يوسع عليهم. اظن على هذا الشيء اللي تكلمت عليه باختصار، هذا الشيء ان شاء الله نتمنى يوصل وكما كما سبقوني الاخوان تكلموا على كل شيء وان شاء الله يكون بخير، ونتمنى الاخوان عطله سعيده لكل الاخوان، ونتمنوا ويصبروا شويه ويصبروا حتى مع لي جونس اللي كاينين يصبروا معاهم حتى هما كيديروا مجهودات كبيره على هذا الشيء، وعلى راسهم السي محمد رئيس الرابطه حتى هو كيقوم بواحد الواجب كبير. والله بعد ما اغتنمت حنا الفرصه اليوم معاهم تلاقيت معاه زعما حتى هو كيدير واحد المجهودات كبيره خصوصا في هذا الميدان. الله يكثر خيره والحاج بالي عاود كذلك، وهذا الموقع ديالكم ديال موقع سيتي والحاج بوحجر كذلك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.